أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صلى الرجل منفردا وصلى ركعة أو ركعتين وهو منفرد ثم دخل معه رجل آخر، والسؤال: هل يعتبر ما مضى من الركعات جماعة؟ وهل يحصل عليها أجر الجماعة؟ إذا أدرك معه ركعة، إذا أدرك معه ركعة أدرك الجماعة، أما إذا أدرك معه أقل من الركعة فلا يكون مدركا للجماعة. نعم.